والله يا مازو بيه، هو الكلام جميل بس الإجابة لا. يا غريب يا غريب الحق العرض، ده أنا عامل سيل مش هيتكرر. هديك 3000 جنيه. لا، الكريدت كارد والباسورد. كتير كتير يا غريب، أنت طماع قوي، ده أنت غريب يا غريب بجد. ما تزعلش مني يا مازو بيه، ما أنت طلعتك كلها تسويح. ما أنا طلعت معاك المرة اللي فاتت واتسوحنا في الصحراء. ما انت اللي سبتني وخلعت. مش كان زمانك دلوقتي كسبت معايا وطلعت في التلفزيون زيي واتشهرت؟ كان زمانك بتمثل بدل ما انت قاعد تبقى تمسح البلاطة يا غريب. طب هي المرة دي فيها تصوير؟ اوه، دي هليلة ومسرح وتلفزيون وسينما وايه؟ وايه بقى؟ ده انا طالع انا بقى واخد معايا المدام وسعدون جاي ومعاه خطيبته، رحلة. طب بالله عليك، طالما الدخول قابل زي كده، اجيب معايا رفايدة بدل ركمتها تحت السلم. استنى عندك. نفس الطلعة دي يا غريب، بس معانا احنا. يلا يا جماعة، عايزين نسخن المزاد. 4000 جنيه يا غريب. 4000 جنيه عند المعلم وزب وكوكي. 5000 جنيه. 5000 جنيه عند المعلم وسيم ابو نظارة. ها يا جماعة، عايزين نسخن المزاد، ما ينفعش ان انا كده، ده انا هسيب العمارة وهسيب مسح السلالم. ها، مين يزود؟ 6000 جنيه ومازو يمسح السلم لمدة شهر. هناولها في وشها. عيب مرات اخوك. بص ما تتكلمش معاك. 7000 جنيه وهجيب لك طلبات العمارة لمدة شهرين. 7000 جنيه عند المعلم وسيم. ها، 10000 جنيه ووسيم بيرقص على السلم. انت عبيط يا ابني، انت مزود عليا انا. معلش يا باشا، انا قلت كله بيزود فزود انا كمان. والنبي الله يخليك، زود عشان مش معايا فلوس هتفضح. ابص ايدك. ماشي هزود بس مش هرقص على السلم. انا اللي هرقص على السلم. 15000 جنيه وهغير لك الدكه اللي قدام العماره بليزي بوي. 15000 جنيه وهيتجيب لي ليزي بوي. ها، 20000 جنيه وهجيب لك جاكوزي. 20000 جنيه وهيتجيب لي جاكوزي. مين هيجيب لي ساونا؟ 30000 جنيه. ايه ده، انت اتجننت؟ هنصرف فلوسنا في الهبل ده؟ أنا مالي، وسيم بيه هو اللي هيدفع. إيه؟ 40000 جنيه. انتوا هبل يا جماعة، انتوا بتعملوا بتزودوا عليا برضو. لا لا، ولا يهمك خالص، أنا هحل الموضوع ده. 40000 جنيه وكارت شحن ب 100. طب 100000 جنيه وكارت شحن ب 40. هنجيب له كارت الشحن ب 40 ده منين؟ 4 في 10 عادية. أيوه. 100000 جنيه. 100000 جنيه؟ لياني؟ لغريب؟ غريب؟ كوع بقى، 100000 جنيه في غريب؟ 100000 جنيه في غريب؟